بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا تنسى الاشتراك بقناة فيلز رجاء ليصلك أي جديد. مرحبا بكم متابعينا الكرام، متابعينا الأوفياء. اليوم عندنا موضوع جديد خاص بأجور موظفي الإدماج إن شاء الله بعد تنصيبهم في مناصبهم، الدفعة الأولى والثانية والثالثة، من صنف 14 حتى صنف 5، من شهادة الماستر حتى صنف 5 إن شاء الله. لنعرض لكم أهم المبادئ والأجور التي سوف تتقاضونها ان شاء الله. ما تنساوش تضغطوا زر الاعجاب لهذا الفيديو باش ينتشر وتحفزونا باش نخرج لكم جديد ان شاء الله تدعيما لنا، وتشترك في القناه اذا كنت اول مره تشاهد هذا الفيديو على القناه تاعنا. ونبدا على بركه الله، نبدا مع شهاده الماستر صنف 14 يخلص 36، شهادة ليسونس صنف 12 يخلص 32، تقني سامي شهادة تطبيقية صنف 10 أجر 27000، شهادة تقني صنف 9 فانسان 2.5، الثالثة ثانوي صنف 7 2.2، والأولى ثانوي صنف 5 2.2. هذو هما الأصناف، وشهادة التكوين المهني صنف 5 أيضا 2.2. هذو هما الأصناف والأجور والرواتب اللي راهم متوفرين لحد الآن معنا، اللي عرضناها لكم باش تعرفوا روحكم ان شاء الله. ان شاء الله تدخلوا كل واحد الصنف تاعو شحال يخلص، وبالتوفيق للجميع في فيديو قادم ان شاء الله. كان معكم عبد النور مدريد، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.